وفي اتجاه غير بعيد وفي إطار الاهتمام بشريحة الأيتام، رئيس اللجنة الفورية العليا وعدد من المسؤولين يوزعون الحقيبة المدرسية اليوم في دار رعاية الأيتام بأمانة العاصمة. الأيتام يعتبرون من أهم الشرائح في المجتمع والتي لا يمكن تجاهلها، لأن الإسلام حثنا على الاهتمام بهم. فالنبي الأكرم عليه وعلى آله الصلاة والسلام بيّن أنه وكافل اليتيم في الجنة. المهتمون بهذه الشريحة قاموا بتوزيع الزي المدرسي لطلاب دار الأيتام بالعاصمة صنعاء، وبحضور الأب الفاضل لجميع الأيتام رئيس اللجنة الثورية الأستاذ محمد علي الحوتي، دعما لهؤلاء الطلاب وإيمانا منه أن الأوطان لا تبنى إلا بالعلم. الاهتمام بالعملية التعليمية هو من ضمن أولويات كل من يهتم ويفهم المسؤولية الملقاة عليه. الشعب اليمني بحاجة إلى اهتمام، بحاجة إلى توجه، بحاجة إلى أن يفهم الجميع أن في ظل العدوان لابد أن يستمر الصمود وأن تستمر العطاء وأن يستمر التعليم وأن يستمر البناء. الحياة لابد أن تستمر، يجب أن لا يخاف أحد من شيء وأن يستمروا فيما هم فيه من عمل، من عملية تعليمية هامة. العملية التعليمية هي أيضا هي نوع من أنواع البناء، لأن بناء الشعب اليمني من خلال التعليم، من خلال صقل مواهبهم، تنمية قدراتهم، هذه أولوية لكل شخص، يجب أن تكون بهذا المستوى من الفهم، من الوعي، من المعرفة. إذا لم يكن لدينا هذا التوجه وإذا لم يكن لدينا فسنكون ممن يعين العدوان، العدوان الذي يستهدف المدارس، العدوان الذي يستهدف العملية التعليمية بكلها، يقتل التلاميذ، يقتل المدرسين. ونحن لابد أن نكون في مواجهة هذا الشيء من خلال تشجيعنا لهم، الاهتمام بهم، النزول معهم، الاستماع إليهم، استماع لحاجياتهم، محاولة أن نساعدهم في كل ما نستطيع أن نفعله مع أبنائنا الطلبة والطالبات في هذه الظروف الصعبة. دليل أن الشعب اليمني شعب حضاري متكافل. ونحيي طبعا جمعية صنعاء الخيرية التي قامت بتوزيع الحقيبة المدرسية في هذا اليوم، وندعو كل منظمات المجتمع المدني أن تقوم بهذا الدور، لأن هو نوع من مواجهة العدوان في هذا الظرف الصعب. لم ينسى يعني الخيرين في هذا البلد الأيتام في يومهم هذا، ويأتي مشروع الحقيبة المدرسية رمز للتحدي وللصمود أيضا من أجل استمرار الحياة واستمرار التقدم والازدهار، لأنه بدون العلم وبدون التنمية لن يكون هناك مستقبل لليمن. هذا مشروع، المشروع الثاني عشر لجمعية صنعاء، وتنفذه على مدار 12 عاما. عدد المستهدفين لأمانة العاصمة 7000 طالب وطالبة بالزي المدرسي و3000 للمناطق المجاورة لها. تكلفة المشروع بحوالي 10 مليون ريال. طبعا تنفيذنا في هذا الدار الايتام بشكل عام انه دائما سنويا يتم التدشين من هذه المدرسه، شعورا منا باهميه رعايه هذه الشريحه، شريحه الايتام بشكل عام كامل. الطلاب الذين حاول العدوان السعودي نشر الخوف والرعب في قلوبهم، الا انهم اثبتوا صمودهم وتحديهم له باستمرارهم في الدار الذي يعد في منطقه يستهدفها العدوان في كل وقت وحين، واعتبروا زياره رئيس اللجنه الثوريه العليا لهذا المكان دليلا كاملا بان اليمنيين صامدون في وجه العدوان. شكرا على الزي المدرسي والشنطه الحقيبه للطلاب دار رعايه الايتام. القائمون على الحمله اكدوا بان توزيع الزي المدرسي لن يقتصر على شريحه الايتام فقط، بل سيصل الى جميع الطلاب المستحقين الذين أثقل العدوان أوضاع أسرهم الاقتصادية. لقناة اليمن، مروان العصامي، صنعاء.